السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مرة تانية في فيديو قصير وإن شاء الله يكون مفيد بإذن الله. ده استكمال للفيديو السابق، الجزء الأولاني اترفع اللي هو كيفية عمل الكلمات السحابية زي الشكل اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم ده. احنا شفنا موقع أحد المواقع وجربناه، النهاردة بنشوف إزاي ممكن نعمل ده داخل الباوربوينت. هو طبعا داخل الباوربوينت ما بتبقاش إمكانيات عالية قوي، لأن هو مجرد إضافة بتتحط داخل الباوربوينت زي ما هنشوف دلوقتي كده. فبنروح مع بعض للشريحة التانية طبعا على طول على الباوربوينت، بنروح للاد ان زي ما احنا اتعودنا، وبنروح للسطور. احنا خدنا ده في فيديو سابق، وبنكتب ايه برو كلاود وورد، اللي هو برو وورد كلاود. ادي البرنامج الاولاني اهو بالشكل ده، بنعمل له اضافة. بعد ما بيتضاف لما بنيجي عايزين بقى نستخدمه بنضغط على من انسرت نروح لاد انز ونختار اد انز، وادوس على الزرار الصغير ده عشان يطلع لي قائمه الحاجات اللي عندي. طبعا ده الكيو ار اللي احنا استخدمناه في فيديو سابق، ان البرو كلاود وورد بضغط عليها عشان تظهر لي قائمه على اليمين بالشكل ده كده. بيديني نوع الفونت اللي بستخدمه، الالوان، مجموعه الوان، الترتيب اذا كان افقي راسي الى اخره، والحاله اللي هو انتليجنت كيس اذا كان كابيتال سمول الى اخر هذه الامور. المهم وبيبديني هنا كرييت وورد كلاود، استحابه الكلمات السحابيه. هي فين الكلمات؟ انا رحت السلايد فاتحها فاضيه خالص بالشكل ده كده، بكتب الكلمات وبعد كده بروح لانسرت واروح لادز ان، واروح هنا الزر الصغير هلاقي ايه الاختيار اهو، ادي القائمه على اليمين بالشكل ده كده. لازم اكون محدد الكلام بتاعي، كنترول ايه بتحدد خلاص. ممكن عايز اختار الفونت دلوقتي مفيش مشكله، طبعا ده حضراتكم هتجربوه، وبضغط كرييت وورد كلاود بالشكل ده كده او حطها لي بالمنظر ده كده. طبعا بيقول لي ايه كليك اون ذا ايه وورد كلاود ايمج، يعني انا مجرد بضغط عليها كده بقت موجوده في الكليب بورد. يعني ايه؟ يعني رايت كليك يمين واقدر اقوم جاي او من هنا اقول له بيست حطها لي بالشكل ده كده، بقت صورة اهي اتحطت وتتحط كصورة بالشكل ده كده بالمنظر ده كده. طبعا سهل تعديل. لو انا بقى عايز اغير الفونت طبعا لازم احدد الكلام تاني مرة تانية، هختار طبعا هنا الفونتات هنا كلها لغة انجليزية برضو زي ما اتفقنا، اذا كان في بقى يعني محدودة الفونتات هنا محدودة، هنغير بس مثلا الالوان هنخليها بالشكل ده. هنخلي الكلمات نص ونص كده، وبعدين بقول له ريجنريت الورد كلاود، يعني لو سمحت ارجع بقى اعملها لي تاني، فعملها لي يعني بالشكل ده. لو ضغطت عليها اتحفظت عندي، لو انا صغرت الصوره دي كده رايت كليك او من هنا بقول له حط لي الصوره، اهي الصوره بالشكل ده كده. ده بكل بساطه الاستخدام او الاضافه من داخل الباوربوينت. استخدام سهل وبسيط، لكن زي ما هو واضح الامكانيات بتاعته ماهيش عاليه قوي زي الموقع اللي احنا كناه في الفيديو السابق. وارجو ان يكون الفيديو مفيد وبسيط وسريع وقصير المره دي. الى ان نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله يكون مفيد باذن الله. اترككم في رعايه الله وامانه، والى ان نلتقي اسالكم الدعاء بظهر الغيب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل في عملنا هذا رياء او سمعه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.